السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على واحد المرض، مرض ديال الحمى القولعية أو لا فيفر افتوز. هذا المرض هذا اللي كيصيب لنا الأبقار والأغنام والماعز بشكل كبير. فشنا هو هذا المرض ديال الحمى القولعية؟ مرض الحمى القولعية هو مرض فيروسي أي وبائي، كيصيب بالخصوص الحيوانات بحال البقر، الغنم، الماعز، وكيتسبب في أضرار كبيرة. فشنا هي الأعراض اللي كتظهر عند الحيوان اللي كيكون مريض بهذا المرض هذا ديال الحمى القولعية؟ فبالنسبة للأبقار، أول حاجة هناك ارتفاع في درجة الحرارة واللي كتوصل ما بين 40 و 41 درجة. ثانيا كتكون هناك فقدان للشهية وارتعاش في الجسم ديال الحيوان ونقصان وانخفاض في الانتاج ديال الحليب ما بين يومين حتى 3 ايام. ثالثا كتكون حويصلات اي حبيبات في الفم والنيف واللسان ديال الحيوان، وكذلك على الضرع وبين الاضلاف، وبعد مرور 24 ساعة كتنفجر هذه الحويصلات هذه. رابعا كتظهر تقرحات والتهاب في مكان الحويصلات اي بالفم والنيف وبين الاضلاف واللسان وكذلك حتى الضرع. خامسا كيبدا الحيوان كيعرج نظرا للشدة ديال الالم والوجود هاد الحويصلات بين الاضلاف ديال الرجلين ديالو. فبالنسبة للغنم والماعز فهي كتظهر عليها نفس الأعراض اللي كتبان عند البقر. الفرق اللي كاين وهو أن هاد الحويصلات كيكون الحجم ديالها صغير مقارنة مع الحويصلات اللي كتكون عند البقر. فكيفاش كينتقل هذا المرض؟ الفيروس المسبب المرض ديال الحمى القولعية كيتواجد في الإفرازات ديال الحيوان المريض، وكيتعتبر الفم والأنف هما المصدران الرئيسيان ديال انتقال ديال العدوى. بالنسبة للعدوى كنتقل بواسطة طرق اللي هي مباشرة بحال الملامسة ديال الحيوانات القابلة للمرض، المواد الحاملة أو الملوثة بالفيروس. ثانيا الحيوانات اللي حاملة الفيروس واللي تشافات من المرض كيبقى الفيروس بالحنجرة ديالها لمدة طويلة، وبالتالي كتعادي الحيوانات الأخرى عن طريق اللعاب ديالها والحليب والفضلات إلى آخره. بالنسبة للأسباب غير المباشرة، هناك وسائل ديال النقل والأدوات ديال التربية بحال الأكياس ديال العلف، فهي كتنقل العدوى والعديد من الحوايج. وكذلك الهواء اللي كيكون ملوث بالفيروس كيمكن ينقل العدوى المسافة تقدر توصل حتى 60 كيلومتر في البر و 300 كيلومتر في الجو، يعني احتمال كبير ديال الإصابة بهذا المرض. فكيفاش الوقاية أو الحماية ديال القطيع من الإصابة بهذا المرض هذا؟ فبالنسبة للعلاج ما كاينش الدواء اللي كيقضي على الفيروس أو المعالجة ديال الحيوانات المريضة، ولكن وجب اتباع إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض والتخفيف من الحدة ديال الإصابة، بحال عزل الحيوانات المصابة ووضعها في واحد المكان اللي نظيف وجاف، إبعاد كافة الأدوات اللي يمكن تنقل العدوى بعد التطهير ديالها بطبيعة الحال، بحال التلقيح الوقائي أو التحصين واللي كيوفر مناعة عالية وهو الوسيلة الوحيدة لضمان الحماية ديال القطيع. فشنو ندير إلى شكيت بأنه القطيع مريض بهذا المرض؟ فعند ظهور الأعراض الأولى ديال الشبه في وجود المرض، فأول حاجة كنديرها وهي كنعزل الحيوانات المصابة على باقي القطيع، وكنتفادى نقل الحيوانات خارج الحاضرة، هذه الأولى. ثاني حاجة كنعلم الطبيب البيطري في أسرع وقت. ثالث حاجة عدم السماح لأي واحد بالدخول للضيعة أو الفيرما.